Tidak ada 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 tid
ผู้ช่วยก็จะเป็นผู้ก็ว่าแทนที่จะมาต่อไปแล้วก็
สูตรสิทธิ์เนี่ยมาเกี่ยมาเลยก็ยังมาเกี่ยที่เรามาเป็นโอ้โหสิ่งที่เราได้เป็นก็ต้องสอนนะในที่ที่จะเสร็จนะครับไอ้สูตรมาเกี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้واصطلاحا في صلاح القراء هو عبارة عن سمة يدخل على صوت
فيبدأ الفم بالصلاة أو في صلاة فيبدأ الفم بالصلاة هذا في اللام لا يجوز لا يجوز إلا إذا كانت اللام في لفظ الدلالة وكان ما قبلها مكتوبا أو مضموم يعني مثال طالله لنستعين طالله في التفخيم في التفخيم عبد الله لكن إذا كان قبلها مكتوب لا يجوز بسم الله لا تقول بسم الله أبدا ولا تقول الله لا طيب الله ولا تقول عبد الله لا عبد الله هذا هو الفرق بين التفخيم والتفخيم بل كلمة التفخيم لا تطلق على اللام اللام يطلق عليه اسم آخر وهو التغليظ اللام تغلظ وباقي الحروف تفخم ومرقة باقي الحروف باقي حروف الهجاء تفخم ومرقة مسألة مختصرة حروف الهجاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام بعضها تفخم مطلقا وبعضها ترقق مطلقا وبعضها تارة تفخم وتارة ترقق الحروف التي تفخم تارة ترقق تارة أخرى حرفان هما إلى مرات اللام سهل دائما ترقق إلا إذا وقع في لفظ الجلالة وكان ما قبلها مفتوحا أو مفتوحا وفخم اللام بإسم الله بإسم الله عن فتح أو ضم كاف عبد الله مو كاف حافظة تقول عبد الله لا وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم عبد الله هذه كسبولات من الله كل يعني يدو أداء لتقييم تطبيق هذه الحروف السبعة تفخم مطلقا سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مصورة ما في كلام والراء فيه وجهان حالات كثيرة الراء ذكرنا بعضها قبل يومين واللام في حالة واحدة إذا كانت في لفظ الدلالة بشرط أن يكون ما قبلها مكسورة أو مكسورة اللام والراء رقت وتفخم وسبع حروف خصوصا ضبط القلب تفخم باقي الحروف يعني هذه التسعة إذا ذهبت باقي كم ساعات كلها رقت القلوب وهو علام الغيوب في شروق